مع كسوف جزئي للشمس شمال العراق وعددا من دول العالم في نصف الأرض الشمالي، شهدت بغداد تجمعا ضم فرقا من هواة وباحثين مختصين في الفلك مع معداتهم من الكاميرات وأجهزة التلسكوب لمراقبة وتوثيق كسوف استمر أكثر من ساعتين ظهر اليوم. فهذا الحدث بالنسبة إليهم فرصة نادرة. عندي أجهزة خاصة بي نصور هذا الحدث، لأن هذا الحدث طبعا نادر، كل يعني تقريبا ننتظر صارنا سنتين تقريبا. آلية العمل لازم أكو فلاتر خاصة نقدر نصور بها الكسوف الجزئي عن طريق الأجهزة هذه اللي عندي أنا. وبالإضافة إلى العاصمة بغداد، وثق 20 فريقا من هواة ومحبي الفلك استقامة الشمس والقمر والأرض على خط واحد في مختلف مدن العراق بينها سامراء والموصل. فكسوف اليوم هو 16 من نوعه في القرن 21. فريق صلاح الدين الفلكي مهتم ومواظب على متابعة كل الأحداث الفلكية سواء كانت قريبة أو بعيدة. قبل أيام فريق صلاح الدين الفلكي رصد كسوف شمسي على كوكب المشتري، واليوم فريق صلاح الدين الفلكي يرصد الكسوف الشمسي الجزئي. وعلى إثر الحدث الاستثنائي عطلت أغلب المحافظات الدوام الرسمية بسبب مخاطر أشعة الشمس على شبكية العين وارتفاع احتمالية إصابة من يشاهدها مباشرة بالعمل المؤقت أو الدائم. احنا عندنا فريق واسط الفلكي حقيقة من الفرق الشبابي المهمة اللي جرى اختيار أحد الصور ونشرها على أهم المواقع في وكالة ناسا الفضائية. هذا جهد مميز، ندعو الدولة أن تلتفت لهذه الطاقات الشابة وتلتفت إلى علوم الفلك والفضاء. وبحسب معاهد مختصة في مراقبة وأبحاث الفلك، فإن الحد الأقصى لكسوف اليوم سجل فوق كازاخستان، إذ حجبت الشمس بنسبة فاقت 80%، فيما يتوقع أن يشهد العام المقبل كسوفا حلقيا. أما عام 2026 فسيحدث كسوف تفوق نسبته 92% وفقا لمرصد باريس. علي العنبقي، يو تي في.